امرأة أخرى علي تسلط شيطاني كبير، أخوها أتاني إلى المسجد، وهذه المرأة عندما تكون لوحدها ترى امرأة معينة بنفس صورتها كأنها نسخة أخرى منها، وهذه المرأة تتكلم معها وهي تخاف تشرد منها، خصوصا تظهر لها المرأة هذه عندما تكون لوحدها، وأيضا تستيقظ من الليل وهي تصرخ وعلى ظهرها آثار ضرب كأنها ضربت بالعصي، وأحيانا يرسم الجن علامة نجم داود على ظهرها يراها زوجها. قلت لها لا تذهبي إلى أي أحد مباشرة، أنت بإذن الله جل وعلا حافظي على هذا الذكر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أقل شيء 100 مرة في الصباح وفي المساء، ولو أوصلتي إلى 500 مرة 1000 مرة بحسب وقت فراغك ستتعافين بإذن الله جل وعلا. العجيب أني لما أوصيتها بهذا الأمر بعد فترة اتصلت بي وقالت لي، وهي لا زالت تتعالج يعني بعد يومين من القصة، قالت لي ظهرت لي هذه المرة التي هي نسخة مني وقالت لي لا تسمعي إلى كلام أبي البراء، أنا أحبك، أنا أريد لك الخير، هذا الكلام يؤذيك، لا تستمعي إلى هذا الذكر ولا تقوليه ولا تردديه. قلت لها سبحان الله، الشياطين تتأذى بالتوحيد وتتأذى بكثرة هذا الذكر، ردديه حتى تتخلصي من شرها، ولله الحمد تخلصت من شرها وتعافت تعافيا تاما ولم تحتج إلى أن تذهب إلى راق. وأيضا هناك امرأة أخرى كان عليها تسلط شيطاني، قد أفسد الشيطان عليها حياتها وحياة بنيها وحياتها مع زوجها. قالت جلست أردد هذا الذكر كل يوم 300 مرة في الصباح و300 مرة في المساء، قالت فرأيت في منامي ذئاب تهجم علي وعلى بيتي وأنا أغلق الأبواب والشبابيك وأشعر أن الذئاب خارج البيت. قلت لها فعلا هذه الرؤية بشارة بأنك بدأت تتعافين بحمد الله جل وعلا من تسلط الشياطين، لا نعلم سبب هذا التسلط سحر أو غيره، المهم يذهب هذا التسلط عنك. هذه الذئاب هي الشياطين. كيف فسرنا الذئاب بالشياطين؟ من دلالة الحديث الذي رواه أبو داود قال صلى الله عليه وآله وسلم ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان. انظر كلمة الشيطان، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية. الذئب يتسلط على الغنم البعيدة عن الراعي، والشيطان يتسلط على الإنسان البعيد عن إخوانه المؤمنين. هنا شبه النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان بأنه ذئب. امرأة أخرى مصابة بحبوب في الوجه وكلف وبثور، وذهبت وتعالجت عند كثير من الأطباء، فأخبرتها بأن هذا ربما يكون من الشيطان حتى يفقد المرأة جمالها وتنفر النفوس منها، فحافظت على هذا الذكر وبحمد الله جل وعلا تعافت من الحبوب والكلف والبثور في وجهها تماما. امرأة أخرى مصابة بتسلط شيطاني على رحمها، كلما تحمل في ميعاد معين يموت جنينها، بدأت بالمحافظة على هذا الذكر في الصباح وفي المساء أقل شيء 100 مرة، الحمد لله بعد ذلك تعافت وأنجبت ولزالت تنجب واختفى وزال عنها التسلط الشيطاني أو ما نسميه بالقرينة. امرأة أخرى كان عندها خلافات كبيرة مع زوجها ونفور بين الزوجين بدون سبب، أرشدتها إلى هذا الذكر ولله الحمد تخبرني أنها تعيش في أجمل أيامها وأجمل لحظاتها كأنها عروس جديد. امرأة مصابة بالسحر من سنوات دللت على هذا الذكر فرددته صباحا ومساء، وصلت في ترداده كما هي أخبرتني إلى 2000 مرة في الصباح و2000 مرة في المساء، والحمد لله شفيت من السحر تماما. تقول الرائية رأيت شخصا اسمه حسن يسألني بما يشفى الناس، فقلت له بالإكثار من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم قلت له يعني تقولها بأعداد كبيرة. انتهت الرؤيا. أخوان الكرام، هذه الرؤيا توافق حديثا نبويا صحيحا رواه البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وآله وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتب له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة. اللفظ المهم هنا وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء إلا رجل عمل أكثر منه. إذن مسموح بالزيادة أكثر من 100 مرة بنص الحديث الصحيح. فرؤياك إذن معناها وصية من الله جل وعلا لك ولنا جميعا بالإكثار جدا من هذا الذكر. إذن إخواني الكرام حافظوا على هذا الذكر، حصنوا فيه أنفسكم، حصنوا فيه أولادكم.